أتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل بان ديسكورد. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ديسكورد، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة شغل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق ديسكورد، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم ديسكورد. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو قادم.